كنت أسمع لفكرة التثليث عند النصارى، وسمعت المجموعة الكبيرة يتكلمون عن فكرة التثليث، فأجدهم يتعبون تعب شديد حتى يوصل لك فكرة أن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، يعني يقلب مخك على أساس يقنعك بالفكرة. فأعجبني قس مصري يشرحها، فيقول إزاي الثلاثة واحد والواحد ثلاثة؟ بيقول هي قد كده نعمل لها إيه؟ تسمعون أحيانا عن كلمة اللاهوت والناسوت، يقصد باللاهوت هو جوهر الإله، أما الناسوت فهو جوهر الإنسان. أما ترتيب علماء النصرانية فهي كالتالي: أول شيء الشماس، ثم القس، ثم الأسقف، ويأتي بعدهم المطران. المطران ليس مأخوذ من كلمة مطيري، فجمع مطيري مطيريون وليس مطران. وبعد ذلك يأتي البطريرك أو البابا، وهي أعلى مرتبة في علماء الكنيسة عندهم في النصرانية.